الحلقة دي هعرفك طريقة سهلة جدا تقدر تشتغل بيها وتحقق دخل ثابت من الانترنت، مش محتاج منك اي خبرة او مهارات في اي حاجة، لانك هتشوف كل الخطوات بنفسك وهتعمل زيها في الحساب بتاعك. الجميل في الطريقة البسيطة دي انك هتقدر تحقق الدخل باكتر من طريقة، سواء بقى من خلال مواقع الخدمات زي فايفر، خمسات، كفيل، اي خدمة، وتقدر كمان تشتغل في عمل المحتوى الخاص بيك، وفي الحالة دي مش هتحتاج تظهر بنفسك وتبقى دي أسهل طريقة لعمل المحتوى بدون ظهور. هتعمل 4 خطوات بسيطة. دلوقتي هتروح على موقع ليناردو AI، اسم الموقع موجود قدامك بالكامل، شرحت الموقع ده أكتر من مرة بالتفصيل واستخدمته في أكتر من طريقة ربحية. هتعمل حساب على الموقع ودي الداشبورد، اضغط من هنا على AI Image Generation، هكتب هنا برومت، وده ما تشيلش همه لأنك تقدر تجيبه ببساطة من شات GPT زي ما بعمل كل مرة. ولما تلاقي الافاتار اللي انت صممته عجبك هتنزله من هنا. هتروح بعد كده على موقع 11 Labs، اسم الموقع موجود قدامك بالكامل 11labs.io، وده هتعمل منه الفويس اوفر. هتعمل حساب على الموقع من ساين اب، وبمجرد ما تعمل حساب هتحط السكريبت بتاعك هنا، هتختار الصوت المناسب واضغط جينيريت. يبقى كده حضرتك عملت الشخصية وعملت الفويس اوفر. هتروح على موقع جوجل وفي مربع البحث اكتب ساد توكر زي اللي مكتوبة قدامك، ومن النتائج اللي هتظهر قدامك اختار هاجن فيس. هتلاقي قدامك صفحة ساد توكر، وزي ما قلت لك خلال 4 خطوات هتلاقي عندك شخصية بتقدم المحتوى بالنيابة عنك. اول خطوة هترفع صورة الافاتار بتاعك اللي انت صممتها على موقع ليوناردو AI. الخطوة الثانية هترفع الفويس اوفر اللي عملته في موقع 11 Labs. الخطوة الثالثة هتظبط السيتنج زي الجودة والتوقيت بتاع الفيديو يكون وقته قد ايه. الخطوة الاخيرة اضغط على جينيريت علشان تلاقي موقع ساد توكر عمل كل اللازم وجهز كل حاجة، والموقع ده مجاني علشان تبقى عارف، علشان كده ممكن ياخد شوية وقت علشان يجمع الفيديو بتاعك، وكل ده مش هيكلفك اي حاجة. تقدر ترفع المحتوى ده على اليوتيوب او على منصات السوشيال ميديا، تقدر من خلال مواقع الخدمات تقدم خدمة زي توكن افاتار، ودي خدمة بتبدأ من $10 لحد $60 للدقيقة الواحدة. طريقة سهلة جدا، اتمنى انك تحاول فيها لو ما عندكش اي شغل اونلاين. اتمنى التوفيق للجميع، دمتم بخير واشوفكم الحلقة الجاية.